طبعا مين ده جايب انا؟ ما بعرفه ومعروف من شاب جميل ومعروف هو شو بشو معروف؟ ابن فنان كبير بس لا اكثر ولا اقل. انس صباح فخري اللي له معي شيء يقوم يعمل رجال ويقف قدامي، بدي استغل بيه. شادي جميل ما بيعرف موسيقى، هيدا ايجو. سمير جركاس شخاخ الكار. انا جوابي له بضم ابن الغالي الاستاذ صباح فخري. خلي الناس عم بتجاوبه والاعلام عم بتجاوبه، وهذا في موضوع قضائي راح النقابه، نقابه هاي الفنانين هي راح تتخذ. انا ما بعرف موسيقى، نعم يمكن ما بعرف موسيقى، بس صار لي 40 سنه محافظ على ابن اسمه شادي جميل، قدم للتراث، اضاف على التراث اغاني اليوم بيغنوها بكل الكره الارضيه ومهرجانات، ومعروف من شادي جميل، ومعروف هو شو معروف؟ ابن فنان كبير بس لا اكثر ولا اقل. يعني هذا تلفزيون سوري كيف تسمحوا لي؟ يعني تفتح الهواء لشخص طالع بجرح بلاد سوريا؟ طبعا انا مستغرب. هلا اليوم الحياه بدها سكوب، يعني وجابوا لهذا المسكين قاعد لا شغله ولا عمله ولا حدا عم يستضيفه ولا حدا عم شغله، فحب يطلع يعمل بعتقد هالسكوب، بس عم يجرح التجريح ما حلو، ومش هو اللي بيقيمني، هو مو استاذ كونسرفاتوار ولا متخرج ولا بيدرس بالسربون ولا ما بعرف، يعني عم يعطوا اكبر من حجمه مشان هيك ما بحب ارد. اعوذ بالله حتى ابوه الله يشفيه يا رب ما يعني وقت كان بصحته ما جرح في حدا، استاذ صباح كبير. عنده مشكلة وبيكتب الإعلام. أنا صباح فخري بدي يصير صباح فخري الثاني، وهي شغلة ما بتصير بحياته. عنده مشكلة، عنده عقدة، الله يشفيه لأبوه، يرجع لفنه، يرجع لجمهوره، والله يشفيه هو كمان، لأنه بعتقد سألته مدام رابعة، ما أنت طبعا دكتور نفساني؟ قال لك يعني بابا دكتور نفساني.